好的。ايه يا عم انت بتكلم نفسك؟ ده انا جايبه لك احلى خبر في العالم. اتفضلي. ايه ده، انا اسفه، انا مش عارفه ان عندك ضيوف. لا لا، مفيش حد غريب. سلم على طنط احسان يا عبد الله. اهلا، الحلاوه دي. ودي لقى، سلمي. اهلا وسهلا، ازيك احسان؟ دي زي بنتي وغاليه عليا، وغلاوتكم انتوا الاثنين من غلاوه بعض. احسان عشره عمر وجيره ومحبه وايام مش باقي منها الا هي. ده عبد الله ابن توبه، ودي لقى مرات توبه. اهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي، مفيش حد غريب. ايه بقى الخبر الحلو اللي انت جايبهولي؟ طبعا اذنك وهسيبكم براحتكم. لا والله، لا خليكي، مفيش حاجه والله. انا كنت جايه اقول لعم عبد التواب ان انا حليت مشاكلي. اصل انا كان عندي مشاكل في المحل وما كنتش عارفه اجيب بضاعه، بس حلتهم الحمد لله، يعني كل حاجه بقت كويسه الحمد لله. طبعا اذنكم.